صباح الخيرات والمسرات. ما خلوش موسم التفاح يفوتنا، التفاح المحلي تاعنا تاع الجزائر، بلا ما نحضروا الكيكه المقلوبه تاع التفاح بوحد الطريقه. وكيفاش تجي بنينه؟ صدقوني مراحل بسيطه والنتيجه رائعه. نجوزوا للكوزينه باش ندو كامل التفاصيل. هيا خديت 3 حبات تاع التفاح كيما راكو تشوفوا. التفاح تاع الجزائر ايه شهي ومعمر بالماء، نقشرو ونقطعو شرائح تكون شوية ملحمة ونعاود نولو. خديت ان بلاتو وكيما شتو معايا قشرت التفاح، ونجي لهنايا نديرو شوية ملحم هاد، وزوقوا لو بلاتو كيما تحبوا. استعملوا البيغاكس اللي تحبوه ولا لو بلاتو اللي تحبوه، ليسونسيال يكون 25 سنتيمتر، حيجيكم هايل. هلا باش نوجدو الكراميل، خديت ان كاسرول وندير فيها كاس تاع السكر، نحطو على نار متوسطة، ما نمسوش حتى وين يبدا يدوب. كي يبدا يدوب باش نبدا نعاونو. السكر تاعي ذاب ولا كراميل، ولكن انني حابه كراميل يكون بزاف هايل. دونك حناخد الزبدة ندي منها مغرفة هكذا، نضيفها ونزيد نضيف 4 كاس تاع الماء. ندوب بسرعة 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 بسرعة. واحد الريحة يا جماعة، تقدروا استعملوا لا مارغارين، ونزيد 4 كاس تاع الماء ونرجعها فوق الفرن. بيان سور دو كاسرا لو شوك تتكتل، ولكن نعاود ندوبها. دونك الكراميل تاعي راهو يشهي منسجم هايل. نجي وناخد التفاح ونفرغه من الفوق. باش نوجدو العجينة تاعنا واش نديرو؟ ناخدو وعاء نحط فيه 2 حبات تاع البيض، رشة تاع الملح، وشوية تاع لافاني هكذا باش تجينا بنينة. با جو في بريباري ان غاتو بوم رونفيرسي. 2 حبيبات بيض، ملح، لافاني، ونضيف عليه 1/2 كاس تاع السكر غير بالفوي كيما كنتو تشوفو. 2 حبيبات تاع البيض ذوبتهم مع 1/2 كاس تاع السكر، نضيف عليهم 1/2 كاس تاع الحليب. الحليب شوية دافي حيذوب لي السكر، ونزيد 4 كاس تاع الزيت. بمجرد ما ضفت الحليب السكر تاعي راهو هايل داب، نجي ونضيف 4 كاس تاع الزيت. ودوكا ما بقى عليا غير نضيف النواشف. واش عندي؟ عندي كاس تاع الفارينة مع كيس تاع الخميرة تاع الحلويات 10 غرام. لاجينواز تاعي كيما راكو تشوفو ساهله مهله، وجدت غير في وقفه. نجي ناخد السنيوه تاعي، فوالا بسم الله. الكوشه تاعي راهي سخيخنه على 170 درجه، نحط هاد لاجينواز في الرف الوسطاني ونخليها طيب وتنشف ونعاودو نولو. واش تقولوا فيها لاجينواز تاع نهار اليوم تاع التفاح؟ جات من اروع ما يكون، توجد غير في وقفه. 2 حبيبات تاع البيض جات هايله. هذاك التفاح المنتوج المحلي المعمر بالماء البنين، واذا جربتوها حتفرحوا بزاف. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون لاقت بكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا بالخبر، ونتمنى كذلك تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس يوصل لكم كل جديد. تشوفوا كوا سامي؟ Je vais manger. Tu veux manger? Oui. On va manger.